اشتباكات في الأيام الماضية فقط انحصرت في غرب دارفور مدينة الجنينة، وهي اشتباكات بين الدعم السريع والجيش في البداية، ولكن بعد ذلك تحولت إلى اشتباكات بين السكان في ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة. كما يعني تابعتم، هذه الاشتباكات خلفت العديد من القتلى والجرحى، وحتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة لعدد القتلى، ولا توجد أيضا إحصائية دقيقة لعدد الجرحى في ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة. لكن دعني الآن أنقلك إلى صورة أخرى. أنا هنا في الميناء البري لمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور. يمكن أن نرى صورة بهذه الزاوية. اليوم وجدنا في الميناء البري عدد كبير من الذين فروا من القتال في الخرطوم، جاءوا إلى مدينة الضعين على ظهر العربات الكبيرة والصغيرة فرارا مما يحدث في الخرطوم. يعني ما يقارب 3000 مواطن حضروا إلى هذا المكان، وما زالت الأعداد متوالية قادمة من ولاية الخرطوم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.